بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ محمد الزريفي عمراني، محامي بهيئة فاس. في إطار المؤازرة ديالي ديال الموكل سفيان الدريسي المتابع من أجل استغلال النفوذ طبقا لمقتضيات المادة 250 قانون جنائي. بداية يعني كنشكروا المنابر الإعلامية، يعني السلطة الرابعة اللي كان عندها واحد دور مهم يعني في إبراز وكشف مجموع الحقائق والملابسات المتعلقة بهذا الملف. فيما يتعلق بهذا الملف المتابع فيه مجموعة من المتهمين فيما يعرف بملف جماعة فاس، حقيقة على أن الدفاع من هذا المنبر الإعلامي كيعبر على الارتياح ديالو على الأطوار ديال المحاكمة اللي حقيقة تعطات فرصة مهمة للدفاع من أجل الكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بهذا الملف، خاصة يعني كان هناك مجموعة من الأبرياء اللي المحكمة يعني أعطتهم فرصة باش أنهم يبينوا الموقف ديالهم من خلال استدعاء جميع المصرحين والشهود بهذا الملف. إذن احنا من هذا المنبر الإعلامي كنشكروا الهيئة الموقرة على التعامل ديالها مع الملف بواحد احترام تام للمقتضيات القانونية والمواثيق الدولية. فيما يخص بعد المرحلة ديال المحاكمة بالنسبة للأحكام، الأحكام أنا بالنسبة لي يعني كدفاع كنظر على أنها كانت عادلة، يعني اللي هي تراوحت المدة ديالها ما بين 5 سنوات وثلاث سنوات وسنة ديال الحبس النافذة، وكاين بعض المتهمين اللي تمتعوا بواحد الظروف تخفيف وعطاتهم المحكمة المقررة عقوبة مخففة ما بين 4 أشهر وثلاثة أشهر. وفيما يتعلق برئيس الجماعة يعني تم التبرئة ديالو ولله الحمد، وكذلك الموكل ديالي من المنسوب إليهم. وهذه التبرئة يعني كتعبر يعني على أن القضاء تعامل يعني باحترافية، وأن كانت عنده قناعة بإدانة أي متهم كيستحق الإدانة. وبالنسبة للمتهم اللي هو يعني ما صدر منه التفعل تم تبرئة الساحة ديالو، وهذا يعني كيعطينا بواحد القناعة تامة على أن القضاء المغربي هو بخير واحترم جميع المقتضيات القانونية. بالنسبة للهيئة الموقرة يعني بكل موضوعية بكل صدق على ان تلقات يعني جميع الدفعات اللي ترها المحامون اللي كل حسب المؤازره ديال المتهم ديالو بواحد الصدر رحب. شيء طبيعي ان المحكمه المقرره عندها واحد السلطه تقديريه يعني باش تاخذ الدفع الشكليه اللي هي كتكون يعني كتنسجم مع الملف او تستبعدها، او بعض الاحيان يعني بعد الدفع الشكليه كيتم الدفع يعني الضم ديالها الى حين البث في الجوهر. يعني انا اعتقد يعني ان المحكمه تعاملت مع الدفع الشكليه بصدر رحب، ويعني ما كانش شي اشكال في هذا يعني شي ملاحظه تسجل في هذا الاطار هذا.